بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين. زملائي الأساتذة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم مع تجميع لحرفي الهاء والعين في مقطع من المقطع الثاني، وحدة في القرية. نبدأ على بركة الله. هذه التجميع تضم أولا ورقة عمل لحرف العين من إعداد الأستاذ جزولي محمد الذي وجه له التحية. لاحظوا جيدا الوعي الصوتي أولا، ثم بعد ذلك يعين حرف العين، ثم بعد ذلك يتمم الناقص، ثم بعد ذلك يرتب المقاطع الصوتية ليتحصل على كلمات ويرتبها أيضا، وفي الأخير الربط، يعني يربط الصورة بالكلمة الدالة عليها. جميلة جدا، وجه التحية للأستاذ جزولي محمد وأشكره على هذا العمل الرائع المتزامن مع تقنيات الحرف واكتشافه. ثم بعد ذلك لدينا ورقة عمل أخرى، كذلك تعيين حرف، هنا يعين حرف العين، يكمل الناقص، وبالأخير لعبة في الورقة يربط الحيوان أو يوصل الحيوان في متاهة إلى الاسم الدال عليه. ثم بعد ذلك ملصق لكراس القسم. هنا لدينا 5 نماذج في ورقة واحدة، يلصق على كراس القسم، البعض الزملاء يطلبونه كثيرا. يلون الحرف ويلون الصورة الدالة عليه. ثم بعد ذلك لدينا التدريب على الكتابة بالخط المنقط. هذه جميلة جدا. الشيء المميز عن بقية الحروف السابقة هو أننا ننقص من الخط المنقط، يعني نضع له نموذجين للخط المنقط عفوا، ونضع له نقطتين، وهنا نرى مهارة التلميذ في الكتابة ورسم الحرف. هذه وظيفية جدا استعملتها مع تلميذتي وكانت النتائج جد مبهرة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المعلقات. لدينا معلق هذا جميل جدا، كما أدرجته في الحروف السابقة. كل أسبوع إن شاء الله أضع لكم تجميع لحرفين، كل أسبوع إن شاء الله أضع لكم تجميع لحرفين. هذا معلق جميل جدا، هذا معلق رائع جدا، وظيفي وعملي، ويجلب انتباه المتعلم. وبعد ذلك هذا المعلق آخر، الحروف في مختلف أو بمختلف الحركات ومختلف المراكز في الكلمة. وهذا المعلق كما قلت من الزمن الجميل، رائع جدا، جميل وظيفي. لدينا كذلك معلقات بشكل آخر. هذا المعلق كذلك، أهمية المعلقات هي أن التلميذ يوميا يراجع الحرف، ويوميا يطلع عليها، خاصة إذا كانت في واجهة موازية لنظر المتعلم، يقرأ المتعلم يوميا ويراجع بنفسه. لاحظوا هذا المعلق الجميل كذلك، هنا يدل على اتصال الحرف مع الذي سبق ومع الذي يلي. لاحظوا جميل جدا كذلك، هنا المتعلم يثبت الحرف مع كتابته في أول وسط وآخر كلمة. هذه أوراق العمل تدرج ضمن الألعاب القرائية، حصة الألعاب القرائية في آخر الوحدة، صدقوني جميلة جدا، وهذه هي اللي حبها المتعلم. وكذلك لدينا هذا المعلق الخاص بي أو عفوا هذا الملصق الخاص باللغز، هذا كذلك يمكن أن يلصق في كراسة القسم كما هو موضح، يلون المتعلم الحرف ضمن مجموعة من الحروف، ويتحصل على صورة لكلمة السر تتضمن ذلك الحرف المقصود. تجدون كل هذه المعلقات والأوراق العمل في ملف مضغوط، تحملونه ضمن صندوق الوصف في الفيديو. لا تشاهد وترحل، اشترك في القناة، سجل إعجابك، شاركنا أراءك. أتمنى أن يكون هذا العمل مفيد. تابعونا في أعمال أخرى كل أسبوع إن شاء الله تعالى على قناتي التعليمية، سأضع لكم نماذج لأوراق العمل مثل هذه تماما، وتجميعات ومعلقات. تابعونا على موقع نورس للتعليم الابتدائي، ستجدونه رفقة الفيديو كذلك.
تقبلوا تحياتي، أعانكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.